أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وشفاء وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما قل الله أذن لكم أم على
على الله تفترون. صدق الله.